السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوجل عاملة حاجة جميلة جدا، عاملة عظمة، عاملة ان انت تقدر تدرب نموذج آلة على حاجات كتيرة جدا من غير ما تبذل جهد كبير في البرمجة. انت مجرد بتحدد، بتقول له دي شوية صور ودي شوية صور ويبدأ يدرب عليه. يعني الصورة اللي احنا شايفينها بيدرب على حركة معينة، لما الحركة دي تتعمل صح بيقول له دي صح، لما تتعمل غلط يقول له دي غلط. فالذكاء الاصطناعي بيراجع على الحركات بتاعتك، هنا بيشوف بيفصل حاجات. يعني لو عندك لب وفول سوداني يقدر يفصل لك الاثنين، بتدربه وبعد كده هو يفصل الاثنين، تمام. فهنا مثلا في حركة ممكن بقى، وهنا ممكن يدرب على صوت مثلا في تسقيفة وفي تطبيلة، هو يبدأ ان هو يفرق بينهم. الموضوع سهل جدا وبسيط. تعال نشوف الفيديو السريع دوت في دقيقة ان شاء الله، تمام. هو بقى الذكاء الصناعي بيبدأ يتدرب على الحاجات دي بأقل جهد من البرمجة. انت لابس نظارة مش لابس نظارة؟ جربتها مرة، لو انا بشرب قهوة ما بشربش قهوة، او لابس الماسك او مش لابس الماسك. يعني لو حد دخل ومش لابس الماسك يبدأ يدي تنبيه، تمام. فبيحصل تدريب لحاجات كتيرة جدا، ممكن يبدأ يفهم حركات الإشارة او الحركات بتاعت الوجه، هل انت حزين او سعيد. انت بترفع له مثلا كمية من الصور، ممكن مثلا ترفع له كمية من القمصان والتيشيرتات والاحذية وتفهم الحاجات دي، وترفع صورة اي شخص فيقول لك الشخص ده ايه الحاجات اللي هو لابسها. برضو تدريب على الاشعة الطبية مثلا، الموضوع ان انت بتعمل كلاسز، كلاس مثلا للقطط وكلاس للكلاب، وممكن تعمل كذا نوع من انواع الكلاب وكذا نوع من انواع القطط، وممكن تدخل معاهم السمك وتقول له ترين موديل، فهو يبدا يتدرب. وبعد ما بيخلص بتبدا انت تدي له معلومه او تدي له صوره او تدي له صوت او تدي له فيديو ما يكونش يدرب عليه، وتشوف هيقدر نفهمه ولا لا. يعني انت بتدربه على 80% او 90% من المعلومات، والباقي بتخليه هو ايه يتدرب عليه. فصدقني موضوع عظمة جدا. انت كنت عشان تعمل الموديل دوت كان ممكن ياخد منك شهور، دلوقتي خلاص هو جاهز ومش محتاج منك اكواد او اي حاجة خالص. بيقول لك هنا بقى ايه مشروع عندك على الدرايف بتاعك، افتح اوبن ما يكون فايل عندك، ده للصور وده للصوت وده للبوز الوقفة بتاعتك. طيب ممكن نقول ايمج، فبيقول لك انت عايز ستاندرد ولا امبيدد. طيب هقول له مثلا ستاندرد ايمج، بيقول لك ارفع صور او الويب كام، تمام. يعني ممكن ترفع تفتح الكاميرا وهو يبدا ياخد او تدي له صور. والكلاس ده مثلا هتسميه قطط وده هتسميه كلاب مثلا، تقدر بقى ترفعهم من على الدرايف عندك او من جوجل درايف. فالسبب من الاسباب اعتقد ان انا عندي صور قطط. طبعا كل ما تديله كمية صور اكتر كل ما يقدر يتدرب اكتر. يعني ممكن تديله 100 200 صورة وهو اوتوماتيك بيحولها لصور مربعة. طيب بعد كده كلاس 2 هقول له ارفع لي الصور، واديله بقى صور كلاب ونبدأ يتعرف عليهم هو. وزي ما قلنا كل ما تديله كمية صور كبيرة كل ما تبقى ده احسن. ممكن تديله 500 600 صورة، 600 ألف صورة لو انت مثلا قدرت تربط نفسك بالتويتر او الفيسبوك او المواقع ديت، تلاقي صور كتير هناك. دوك وبعد كده هقول له ابدأ التدريب، فهو بيبدأ يشوف ايه المزايا اللي موجودة هنا وايه المزايا اللي هنا، ويبدأ ان هو يتعرف عليهم بشكل حلو جدا. ممكن تدخل هنا في ادفانسد، فهو بيبدأ يتدرب عليهم. هنا بيقولك هيعدي عليهم كم مرة، 50 مرة. طيب هنا هنسمي دي كات وهنسمي دي دوج، تمام. وخلينا نرفع شوية صور تانية للقطط لأن 3 مش هيكونوا كافيين خالص.
جبنا الصور وهقول له اوبن، فيبدأ ان هو يتعرف عليها، فده يخلي الموديل يكون افضل. اقول له ترين موديل، هو يبدأ ان هو يتعرف على الصور دي والصور ديت، ولو اديت صورة قطة غير الصور اللي اديت له يبدأ ان هو يفهمها، ولو اديت صور كلب برضه يعني يقدر يفرق بين الكلاب والقطط. اهو بيبدأ يتدرب بقى على الصور. بعد كده بيقول عايز تتدرب على فايل ولا ويب كام. ويب كام يبقى انا شغل الكاميرا واوري له كلب اهوت. لا ممكن اقول له فايل وارفع له صوره ما كانتش موجوده قبل كده، هو يحاول يتعرف عليها ويقول لي دي كات ولا قطه. خلي بالك ما عارفش الكلاب يعني كلب يعني قطه، هو مجرد بس بيشوف الصوره الجديده. تمام، فالصوره دي احنا ما ادينهولوش قبل كده. تمام، فبيبدا يشوف بنسبه قد ايه ممكن تبقى كلب يبقى قطه، هو عشان الصور قليله فالنسبه ايه. انما لما تدي له كميه صور كتير قوي يبدا ان هو يخلي باله ويبدا ان النتيجه تكون احسن. طيب تعالى ندي له صوره تانية، نبدا المرافق التاني بقى. تعالى ندي له ده مثلا، يبدا هو ايه يتدرب ويبدا يقول لك النسبه. هو الاتنين كان الكلب بنسبه اكبر. طيب تعالى ندي له قطه بنسبة 82% قطة. مع التدريب النتائج دي ممكن توصل ل100% مع التدريب. احنا ادينا له كام صورة؟ 14 قطة و14 كلب، ودربناه على 3 صور كتدريب. المهم الموديل ده بعد ما بيخلص تقدر تعمل له سبورت بحيث ان انت تستفاد منه بعد كده. ممكن ترفعه تعمل له داونلود او تعمل له ابلود، يبقى فيه شير لينك تقدر ان انت تستدعيه او تقدر ان انت تشاركه مع الاخرين. فتقدر تحطه حتى على او اللايت او الجافا سكريبت وتقدر تسيفه بنفس الفكرة او ان انت تحفظه على السيرفر. هي دي فكرة ان انت بتدرب الموديل بتاعك.